بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا متابعينا الكرام، متابعي صفحتنا على الفيسبوك، متابعي سوق بغداد البضائع الأوروبية. مثل ما تعرفون متابعينا الأعزاء، عنواننا بغداد شارع فلسطين، تقاطع النخلة، وتقاطع النخلة باتجاه النادي التركماني ومجاور لعمارة الساجي شارع فلسطين. طبعا أي منتج داخل صفحتنا على الفيسبوك، داخل سوق بغداد، داخل صفحات سوق بغداد البضائع الأوروبية، أجور توصيله 5000 دينار فقط وين ما تكون بغداد وباقي المحافظات العزيزة. أي منتج، كل المواصفات اللي تشوفونها هسه بهالفيديو، تشوفون المنتجات بالفيديو كلها موجودة على الصفحة على الفيسبوك. بس مجرد تدخل انه تاخذ لك صورة للمنتج وتراسل الصفحة، راح ينطونك التفاصيل والمعلومات والأسعار والأحجام وأيضا الألوان. طبعا كل هذا قلنا يجور توصيله 5000 وين ما تكونون. بالإضافة إلى ذلك، احنا المنتج اليوم اللي بدنا نشرح لكم عليه اللي هو المكنسة الكهربائية من ماركة سيلفر هير، طبعا ماركة ألمانية، وبالإضافة إلى ذلك سعرها 75000 فقط وإجور توصيلها 5000 وين ما تكونون. 75 وإجور توصيلها 5000 يعني 80000 فاصل 1600 واط القدرة مالتها، قدرة حقيقية. الحجم مالتها 30 لتر باللون السيلفري. طبعا بالإضافة إلى ذلك، هذا الباركود مثل ما تشوفونه بالكرتون، إذا عندكم برنامج كاشف البضائع بس مجرد تدقونه بالباركود راح يطلع لكم البلد المنتج الاصلي الى المانيا. هذا الباركود مالته، سعره 75 وجو توصيله 5000. تشتغل بثلاث انظمه، الحلو بهاي المكنسه ثلاث انظمه، اللي هو نظام السحب الجاف، نظام السحب الرطب، وايضا البلور. هذا المكان مال البلور، بس مجرد تحول الصونده عليه او الصونده عليه، بس مجرد تحوله راح تشتغل عندك نظام بلور. طبعا القوه مال السحب مالته جدا قويه، وسعرها 75000 فقط مثل ما ذكرنا، وهسه راح نشيك لكم اياها. ايضا ملاحظه، هذا الذراع مالتي اقدر اقصره واطوله حسب احتياجي، افصل هاي، افصل قطعه اذا اردت اقصره، افصل هاي القطعه واشكله، او اريدها بالحجم اللي انا اريده، بالطول اللي انا اريده، استخدمه ثلاثتهن. تشوفون منتج جدا قوي، جدا قوي، قوة السحب مالته جدا قوية، وأيضا قوة الدفع مالته جدا قوية، اللون السلفري، اللون الفضي، فشي كلش حلو ومرتب، وسعرها 75، ماركة سيلفر هيرت، عنوانها بغداد شارع فلسطين، تقاطع النخلة باتجاه النادي التركماني ومجاور لعمارة الساجي، أهلا وسهلا بكم.